العيش من هذيك الجوطيه. شكون غيصرف عليهم؟ انا عندي واحد الاعاقه في يدي. علاش غيحرمونا من الجوطيه ديالنا؟ جاي العواسل وعاد الاسعار ديال وعاد الكرا وعاد المصاريف وعاد الطبيب والادويه ومحيي جميع وكيل عندهم غادي يرتبونا كوكام تحطوا الا بقيت شدوا ديك السلعه يدوا هيك بحوالينا وخلوا الغد عاودوا نديروا اخرى في النموذجي ديال سلسله. شوفوا هما كيتخلطوا معليش جبنا الملفات ديالنا مشينا دفعنا الملفات الا بغيتي نذكر الاسماء نذكرهم بدون ذكر الاسماء. قالوا لينا ها انتم قال لنا الرئيس السابق ربع شهور خمس شهور غادي يتبنى لكم السوق النموذجي ديال تمسه. فعلا تبنى تجهز سدوا البيبان. ملي كنسولوهم على الحوانت تيقول لك هادو غيكونوا قيصريه المارين الشقاره انتم الجوطيه عطاونا قوايطنا دابا غيحيدوهم لينا. واش هذا حق؟ حنا كنطالبوا بالله ما عندناش اخويا بغيت نعرف عباد ملي كنمشيو عند الباشا تيقول لنا هبطوا عند الرئيس. ملي كنمشيو عند الرئيس كيقول لنا طلعوا عند الباشا. ملي كنطلعوا عند الباشا كيدور لي التليفون من الزح الباشا ما كاينش خويا جاي. وحنايا ملي كنقول لهم شكون اللي قال لنا حيدوا ما عندناش فين غادي نمشي. واش مشاو لكريس انتم وغادي نحبوا خلي ولادنا مشدود؟ والله ما كنكتبش مشي ليا والله ولدي ما كنسيبش مسكينه لا حول ولا قوه. واش ما شفتش حشومه عليهم؟ انا راه عندي الاعاقه انا وعندي منتو اعاقه وانا كنصرف عليها وكنخسر عليها 60000 ريال في الشهر. كنصورها مع هذيك الجوطيه وكنتسنى باش نصور هذيك 50 درهم في النهار ولا ما نصورهاش. كنقول يا ربي ملي كتشد 50 درهم ولا 20 درهم كنفرح. كنقول انا راه مدخله انا راه تنتي غير باش نعيش ما باغيش لا فيلا لا طوموبيل. اقسم بالله الا كنبيع انا كروسه ديال البنوط غيكون هما هاد الجمهور الله يدير لي فيها الخير. هي باش عايشه انا وولادي. عندي ثلاثه البنات وراجلي داير ثلاثه العمليات راه عندي الوراق عندي كل شيء. ويجيو يقول لك حيدوا من هنا غنمشي ما قاريين ما موظفين باقي وليداتنا صغار. تيقول لك علاش ولاد البارك ولا ولاد الفقراء خارجين كنشري الكاره واش تربي شويه باش ندير شويه ولا سير مقودين خليهم غادي يتسركوا. ها هما ولادنا ها هما كل سوايع ولا خاتي تعاودوا على الجوطيه يلوحوها في البركاصه. ها هما ولادنا هما كل سوايع غادي كنكلوا ولاد الجوطيه شنو ياكلوا؟ ما عندنا ما ناكلوا عندنا الله والمالي هادشي اللي عندنا. عاش المالي كيلوحوا فينا. الباشا كيقول لنا سيروا عند رئيس الجماعه. رئيس الجماعه تيقول لنا سيروا عند الباشا. قالنا ديروا لكم ديروا لكم ما كاين حتى شي حاجه ما كاين ما شفنا والو. الحجره حاضرين علينا ديال بصح كيردونا من بلاصه لبلاصه. قال لك ديروا شابيطوات ب 60000 ريال الواحد. 60000 ريال واش انا ما عندناش 60000 ريال واش واش هذه اللي عندها غير يد غدير شابيطو ديال 60000 عندها بنت معاقه؟ ما عنديش عندي بنت معاقه انا اللي هزاها ومطلقه. عندي جوج وليدات انا مكبراهم بدراعي وبالحلال ما بغيتش ندخل عليهم الحرام واش تشفر تم غادا الحبس. ولا مشيتي كاع تشفر يقول لك انت خايبه. علاش باش نبيع براسي مرفوع ونفتخر بالمغرب وكنفتخر بالجوطيه؟ وحنا مفتخرين بصاحب الجلاله ورايتنا وحده ومليكنا واحد. ولا بالروح ولا بالدم. حتى مواطن واحد. حتى حنا مواطن واحد وحنا وراء صاحب الجلاله والسلام. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.